اهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات ابو محمد في حياة اهل الريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. الحمد لله الجو بقى ينعد الهواء، خلاص يعتبر احنا داخلين على نهاية الفصل الصيف. الناس معظم الناس بقت تقطع الذرة، هو الدراوي كلها تقطعته، في اللي فارم الذرة وصورنا كتير لفريم الذرة. الناس بقت تستخدمه علف بديل للرد والكلام ده عشان بيوفره، ويكون واحد زرع أرضين ولا حاجة يفرم أرض ويسيب أرض، وكمان مفيد جدا للمواشي، مفيد للبهايم الحلابة ومفيد للبهايم العلف. النهاردة معانا شغل درفيل على جرار 65 اللي هو الخنافس نصر. ما شاء الله الدرفيل بينعم الأرض. انا عندنا شغل الدرفيل احسن من شغل المحرات زي ما حضراتكم شايفين كده، بنعم الارض خالص، شغله مية مية بصراحة. انسب حاجة الارض بيقلب التربة كويس وينعمها ويفرمها. ان شاء الله الارض كويسة، الجرار شغال رايق اهوك. الصلاة على النبي، الارض ما تكون مجرمزة بتتعب الجرار وتتعب الدرفيل. اما الارض دي بسم الله ما شاء الله هي سير رفيع كده، جرتين رايحة جاية. علي محمد مرحبا باشا، مرحبا باشا، مرحبا باشا. الوردان هم صرفوا بسم الله ما شاء الله، الدرفين وزن كويس، الوردان سبحان الله صديق الإنسان. بيسيبش حاجة في الأرض خالص، نعم، ويفرم ويكسر الطوبة الكبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله شغل حلو. حتى ممكن تضيف في الارض وما تعملش فيها حاجه ثانيه، تزرع على كده لما تكون الارض ناعمه وارض كويسه. هي الدرفيل شغل ممل بصراحه، بقول بيبقى ماشي بطيء فيه، والقرار بيسهلك جاز كتير فيه، بيبقى ماشي براحه وقدام من الجاز عالي، وزود يعني في الجرار عشان ماشي على البطيء، ولكن هو شغله كويس. في ناس دلوقتي بتعمل له سكة بخمسين جنيه وسكتين بسبعين.
يلا يا باشا، صلى على النبي.